بما أن العيد يا أبو الأفلح، أتوقع تعب هذا اليوم يغنينا عن نزور عمي محمود. لا ما يغني أخ إبراهيم، صلة الرحم من صلة الله سبحانه وتعالى. أرسلت لهم رسائل جماعية كلهم في الواتساب بهنيهم بالعيد. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيء. ثم قال: وأن تصل رحمك. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.